الحقيقة في ظل التقدم التكنولوجي الكبير اللي عايشينه اليومين دول، عمالين نسمع مصطلحات جديدة، مصطلحات ومفردات يمكن ملهاش أول من آخر في عالم التقنيات التكنولوجية المتطورة. اللي طالب بقى اليومين دول مصطلح جديد في عالم تكنولوجيا الاتصالات اسمه شبكات الجيل الخامس. إيه حكايته؟ إيه مميزاته؟ إيه سلبياته؟ هل هيكون طفرة غير مسبوقة في عالم تكنولوجيا الاتصالات خلال الفترة اللي جاية؟ أعتقد فيها أسئلة كتيرة يا جمال. صحيح، يمكن مصطلح الجيل الخامس زي ما انت قلت يا شاذلي كان عليه تساؤلات كتير جدا، واعتقد كمان كان في وقت سابق من اوقات كورونا كان كمان سمعنا الاسم ده كتير قوي او المصطلح ده كتير قوي وكان ليه قصص كده كتير. خلينا نعرف اكتر ايه هي شبكات الجيل الخامس، ايه الاضافه اللي هتضيفها، ايه مزاياها، ايه عيوبها، من دكتور مها الصبروتي استاذ الاتصالات اللاسلكيه ورئيس قسم الالكترونيات والاتصالات بالجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا. صباح الخير يا دكتور نورا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بحضرتك. في البدايه خلينا نعرف المشاهدين ايه هي او ايه هو مصطلح الجيل الخامس او شبكات الجيل الخامس. هي شبكات الجيل الخامس زي ما الاسم كده بتقال، هي بتسلسل من الجيل الاول للجيل الثاني اللي هي المقصود بها الاتصالات اللاسلكية على مستوى الموبايل. الجيل الخامس بشكل واضح بيستهدف برود باند كوميونيكيشن، يعني سعة اتصالات كبيرة جدا، السرعة تبقى عالية، وكمان بيستهدف حاجة جديدة اللي هو الكونكشن أو التوصيل لكل الأشخاص ولكل الأشياء على سطح الكرة الأرضية. ده الهدف الطموح بتاعه، إن كل حاجة تبقى متوصلة ببعضها عن طريق النتورك، ده اللي احنا بنسميه انترنت الأشياء. فده الهدف الجديد بقى للجيل الخامس. يختلف ازاي عن الجيل الرابع اللي احنا دلوقتي، احنا كل الناس حتى اللي معاها تليفونات دلوقتي بمنتهى البساطه في فوق كده 4G. 4G بالظبط. الجيل الرابع ايه الفرق؟ خليني بقى احكي لحضرتك القصه شويه كده. هي احنا بنقسم الجينيريشنز او الاجيال بتاعه الموبايل اجيال فرديه واجيال زوجيه. دي بقى يعني هي احنا بنبتدي بالجيل الفردي، ده بيبقى عندنا هدف. الجيل الزوجي ده اللي بيتحقق فيه الهدف. فالجيل الاول كان الهدف بتاعه ان احنا نعمل موبايل، تليفون موبايل نتكلم بدل التليفون الارضي. ده ما كانش مشهور قوي، ما حد سمع عن ال1G، لكن ال2G اللي هو الجي اس ام كل الناس عرفت بيه لانه كان واحد من اكتر الحاجات التكنولوجيه الناجحه، يعني اكتر التطبيقات التكنولوجيه الناجحه. من ناحيه الصوت ده كان يعني ساتيسفاينج جدا، كان مرضي. كل الناس ما كانتش متضايقه من الجيل الثاني في الاتصالات الصوتيه. الجيل الثالث طلع ببزنس موديل جديد او هدف جديد اللي هو الموبايل انترنت، الناس يبقى عندها قدره ان تشوف الموبايل بتاعها كانه جهاز كمبيوتر محمول. وده فتح في اتجاه بقى تطبيقات جديده، كنت عارفه حضراتكم بتتكلموا على السوشيال ميديا والابلكيشنز بتاعتها، طب الناس بتستعمل الموبايل اسهل بكتير من انها تفتح الفيسبوك على الكمبيوتر مثلا. مظبوط. فده فتح مجال للتطبيقات اللي هي ليها علاقه بالبشر بقى، الاي شوبينج زي يعني التطبيقات الكتيره بتاعه الشراء اون ذا نت. نعم. ده 3G. ده 3G. ال4G حقق بقى اللي هو التبديل الكامل للانترنت، ده بدل ما يكون انترنت عن طريق الكابل يدي نفس السرعه واحسن. فده ساعد في تطبيقات كتيره جدا زي الستريمينج بتاع التلفزيونات، الناس تتفرج على تطبيقات التلفزيون والحاجات دي كلها والفيديوهات واليوتيوب والحاجات دي كلها على الانترنت. الجيل الخامس داخل بقى بزنس موديل جديد اللي هو انترنت الاشياء. بدل ما انا استهدف البشر في الجيل الرابع وانا عايزه مثلا اكسبيرينس كويسه من ناحيه الانترنت للبشر بس، لا ده انا عايزه اوصل، اعمل حاجه اسمها ماسيف كونكتيفيتي، كل حاجه متوصله، مش مجرد بس عدد محدود من البشر متوصل على شبكه، لا كل الاشياء الموجوده بما فيها تطبيقات المدن الذكيه وكل الحاجات دي متوصله على الانترنت، فكل حاجه متوصله ببعضها. عظيم. انا دايما بشبه الاجيال دي بالثورات الصناعيه، الانتقال من ثورة إلى ثورة أخرى. في البداية كان بتاخد فترات عشرات السنين عشان نوصل من ثورة صناعية إلى ثورة صناعية أخرى. أعتقد أنه كمان الأجيال في بدايتها من الانتقال إلى جيل إلى جيل كان بياخد وقت، لكن الفترة الأخيرة دي بنشوف تسارع شوية في الوصول للأجيال اللي بعدها. إن هي لقيت إن التكنولوجيا بتخدمها حاجات كتيرة، بتخدمها مثلا الذكاء الاصطناعي، بيخدمها التطبيقات اللي شغالة من ناحية السوفت وير، بيبقى في يعني زي بزنس جديد بيتطلب إن احنا نتواصل بالتكنولوجيا دي. فمثلا ال 5G مثلا عايز يوصل كل حاجة، فليه تطبيقات كتيرة منها أهمها المدن الذكية، التطبيقات الصناعية، الثورة الصناعية الرابعة، إن أنا يبقى كل حاجة عندي بالروبوتس جوه المصانع والتحكم فيها عن بعد، فأنا محتاجة شبكة قوية تقدر إنها تخدم الحاجات دي. طيب دكتور، ما حضرتك قلتي دايما إنه الأجيال الفردية هي بتكون بمثابة يعني الأجيال الزوجية هي اللي بتبقى أصول الهدف. دي الأجيال المفروض الزوجية. يعني معنى كده إنه يبقى في 6G
مجموع وصلنا للهدف. ف 5G او الجيل الخامس دي الجيل التحضيري مش بالظبط كده. هو الاجيال دلوقتي بقت مترابطه زي ما الاستاذ قال، يعني مترابطين ببعضهم، حتى الفوق جي بقى بيحاول ينقل دلوقتي للحته دي يعني قبل ما يلحق، فبقى مبقاش في الترانزيشن القوي ده. بس طبعا في ابحاث دلوقتي على ال 6 جي ان هي برضك ده في مجال التحضير، يعني 5 جي دلوقتي طلع لها ستاندردز وطلع لها ديبلويمنت في اماكن محدده في العالم. ال 6 جي بقى بتفكر انها توصل ساتلايت بالشبكات الضوئيه بالدرونز بالهابس، كل حاجه تبقى كفرد على سطح الكره الارضيه بما فيها كمان تحت الميه يعني. طيب واحنا بنعمل سيرش سريعا كده عن الموضوع بتاع ال 5 جي ده، لقينا ان هي يعني هيتصل الانترنت للناس بشكل سريع واكثر ثقه من ال 4 جي. يعني ايه اكثر ثقه؟ يعني هل ما كانش فيه ثقه مثلا في ال 4 جي؟ احنا عندنا ثلاث اهداف رئيسيه لل 5 جي. الهدف الاولاني زياده سعه الانترنت، وده هدف طبيعي ومعروف من الجيل الثاني للثالث للرابع مكمل معانا. طيب عايزه ازود السرعه، ازود السرعه علشان ابلكيشن زي الاوجمنتد رياليتي، الفيرتشوال رياليتي، الحاجات اللي هي تطبيقات الجيمنج والحاجات دي. ده اتجاه. الاتجاه الثاني ان انا زي ما قلت لحضرتك الماسيف كونكتيفيتي، اربط الاشياء ببعضها اكتر. الحاجه بقى المهمه جدا كمان في ال 5 جي ان انا عايزه حاجه اسمها لو ليتنسي، يعني الوقت اللي بياخده الشبكه في التوصيل يبقى قليل جدا، وكمان الريلايبيليتي او الثقه تبقى عاليه قوي. ليه؟ لان انا بشتغل بيها على تطبيقات في حاجات بقى صناعيه زي مثلا التطبيقات جوه المصانع. تطبيقات بقى كده مهمه قوي، تطبيقات المركبات ذاتيه القياده اللي هي المركبات اللي بتسوق نفسها دي، اللي هي الاوتوموتيف الصيحه الجديده اللي طالعه في الاتجاه ده. دي لو الحاجه مش متوصله لها خارج بره نطاق الخدمه يعني حوادث بقى ووفيات وحاجات يعني لا قدر الله. ففي حاجات كده بيسميها الترا لو ليتنسي هاي ريلايبيليتي، لازم يكون ما بقاش في اي لحظه ان انا عندي اخرج بره مستوى الخدمه، يعني ما بقتش بقى تطبيقات بقى شوبينج ولا تطبيقات فيسبوك ولا تطبيقات كده، لا بقت تطبيقات بتتحكم في الات، بتتحكم في حاجه ممكن فعلا دقيقه فيها حياه او موت. بالظبط. طيب ما هو ده برضه ياخدنا لسؤال تاني، هل يمكن او هل ممكن يبقى في وقت ان احنا نوصل فيه الانترنت ما يقطعش، ما يفصلش، ما يبقاش فيه الاوبشن ده اصلا؟ هو المفروض ان في ال 5 جي الريلايبيليتي 99.999%، يعني اولموست لايك 100%، يعني تقريبا ما فيش فصل نهائي. وده واحده من الريكويرمنت اللي هي بتبقى ده يمكن معطله ال 5 جي شويه في الديبلويمنت او التطبيق، لان احنا محتاجين نظبط فعلا ان ما فيش فعلا بقى خارج نطاق الخدمه. ده مش ممكن يوصل او ما يوصلش، لا ده واحده من المتطلبات الرئيسيه عشان اقدر اشتغل بال 5 جي في التطبيقات الصناعيه. يعني هقول لحضرتك على حاجه، ممكن احيانا مش لازم تكون في عطل فني يحصل في الانترنت، حتى لو بفعل ايا كان، يعني لو هنروح شويه لنظريه المؤامره، لما الكهرباء بتقطع على سبيل المثال في جنريترز، في مولدات كهرباء، في حل بديل، فهل ممكن يبقى ده الوضع فيما بعد لو حصل اي شيء للانترنت؟ بالظبط. احنا عندنا في الشبكه بتبقى موجوده في المنطقه دي ما بتخدمهاش برج واحد من ابراج الاتصالات، بيبقى في اكتر من برج، يعني عندنا السيل الكبيره وعندنا مجموعه من السيل الصغيره. لو حصل اي مشكله اقدر انقل اليوزر من مكان يعني من شبكه او من برج بيخدمه لبرج تاني بيخدمه. في يعني حتى الهدف الاساسي من الاجيال الجايه ان يبقى عدد الابراج، او هو حقيقه مش هتبقى ابراج، هو عدد اللي احنا بنسميه البيز ستيشن، المركز اللي بتاع الاتصال اللي بيدي الاتصال، يبقى اكتر من عدد الموبايلز كمان، بحيث ان انا اضمن ريلابيلتي 100%. طيب حضرتك دلوقتي بتقولي ان احنا في ال 5 جي هيبقى اسرع بكل تاكيد من ال 4 جي. طيب هل ده معناه ان في تليفونات معينه مش هتدعم خاصيه ال 5 جي من الموجوده؟ وهل ده مثلا هيفرض على مصنعي الهواتف المحموله خلال الفتره اللي جايه ان هم ينتجوا تليفونات بخصائص معينه، بروسيسور بقى معين، برام معينه او كده؟ هي الفكره الستاندرد او المعايره اللي احنا بنطبقها في 5 جي اللي هي بتحكم الهاردوير امبلمنتيشن بقى، اللي هو التصنيع بتاع التليفونات او تصنيع الاجهزه اللي بتستقبل ال 5 جي، بيبقى بردك بينتقل بشكل تدريجي، يعني لازم يكون في المرحله الاولانيه بيبقى متطابق، مش متطابق يعني ممكن اشغل الاجهزه في ال 4 جي على حاجات في ال 5 جي، في اجهزه تشتغل ممكن كده وكده. بعد كده بقى مع الوقت يعني سرعه الانتشار للستاندرد بيبتدي يتنقل، احنا ما في يعني بيشتغل 5 جي ما بيشتغلش ال 4 جي،
يعني ال 5G بتبقى مثلا بردك كانها ايه ستيبس. في 5G حاجه اسمها نيو راديو اقرب لل 4G شويه، تغيير بسيط فيها، بعد كده تغيير اكبر في ريليس بعدها، تغيير اعلى واعلى، بحيث ان هو فعلا يعني ما تبقاش بقى بعد كده كومباتبل معاه خالص. ففي اجهزه طبعا لازم تكون بتقدر تستقبل الاثنين بتغيير بسيط. في السيتنج ولا في الهاردوير؟ في الهاردوير حاليا. بس هو كمان في اتجاه جديد في الاتصالات، ان انا اشتغل حاجه اسمها سوفت وير ديفايند، يعني حتى الهاردوير اقدر ان انا ابرمجه. يعني فده بيخليني ان انا اقدر انقل مثلا جهاز يشتغل واي فاي اقدر اشغله ابرمجه اخليه يشتغل بلوتوث على نفس الهاردوير بتاعه. فالبرمجه دي ده اتجاه جديد برضك من الاتجاهات الموجوده في الكوميونيكيشن والنتوركس. طيب دكتور مها، الحين كان الجيل الخامس تحديدا او 5G سمعنا عنه نظريات وقصص كتير جدا بخلاف كل الجنريشنز او الاجيال اللي سبقته. يعني يمكن وقت كورونا سمعنا انه في نظريات متعلقه ب 5G، سمعنا حتى يمكن انه في دول اقتصاديه كبرى في برضو يعني يمكن حصل برضو كلام وحديث كتير عن ال 5G. ايه قصه ال 5G في هذه النظريات؟ راي حضرتك ايه؟ ايه قصته؟ هو كانت في نظريه كده كان الموضوع بتاع الكورونا ان الابراج بتاعت ال 5G هي اللي بتتسبب فيها، كانت مبدئيا ابتدى ينتشر في دول معينه، وقالوا ان هو حطوا ستاتستكس قدام الابراج في المناطق اللي انتشرت فيها وقالوا ان ده ممكن يكون السبب. بس هي فعليا مجرد بس مقارنه الستاتستكس، يعني مقارنه ايه توزيع المرض مع التوزيع بتاعت الابراج، ده في المدينه الفلانيه فالمرض موجود في المدينه الفلانيه، مش مبني على اي يعني اساس علمي. هي ال 5G واحده من الحاجات اللي موجوده فيها اللي يمكن شويه مثيره للجدل، ان احنا علشان نزود السرعه بتاعت الانترنت لجأنا لاطياف تردديه عاليه شويه من الموجوده في ال 4G. يعني الطيف التردد اللي شغالين بيه ده شغالين بيه ضفنا له طيف ترددي في فريكوانسي عالي. طب ايه الطيف الترددي وايه المشكله لما نزود؟ هو عاده الاطياف التردديه العاليه دي ساعات الناس بتتخوف منها من الناحيه الطبيه شويه. بس هو الحقيقه ده لو كنت بشتغل بيها بباور عاليه، يعني ببعت فيها بطاقه عاليه، لكن لو بشتغل فيها بباور معقوله يعني الموضوع بيخضع لدراسات طبعا قبل التطبيق بتاعه، ويعني وجدوا ان هي امنه جدا. يعني انا بشتغل مثلا في حاجه اسمها مليمتر ويف، يعني الانتنا سايز بيبقى بالمليمتر، ده تردد عالي شويه في ال 5G بيضمن ان انا ابعت بيت ريت عالي او سرعات عاليه، بس في نفس الوقت ببعت بباور قليله جدا. فالموضوع ما كانش كده، يعني كان مجرد بس زي اشاعه والموضوع اتحل يعني. طيب هل ليها مساوئ ال 5G؟ هل في خوف مثلا على الامن الالكتروني من استخدامها؟ هو التطبيقات مغريه بالنسبه لحد بقى بيهاك الانترنت. يعني دلوقتي كانت التطبيقات بتاعت الانترنت العاديه ان انا اعمل هاكينج على صفحه حد، اعمل كذا كذا كذا، فده بالنسبه لل4G. لكن انا بتكلم على لو حد مثلا فعلا اذيه بقى وسايبر سكيورتي، اتحكم في عربيه ذاتيه القياده، كل حاجه اوتوميتد، ممكن اسبب حوادث، الاضرار هتكون اكبر. بالظبط. ادخل على تطبيق ليه علاقه بالصناعه، ليه علاقه بالمصانع، يعني في جزء منها بقى تاثير اقتصادي، تاثير ابعت معلومات مغلوطه من السنسورز، فالتطبيق نفسه بقى مغري اكتر للناس اللي هم بيعملوا السايبر سكيورتي. جنب ان في ريكويرمنت زي ما احنا قلنا ان انا عايزه التوصيل بتاع سرعه الانترنت يبقى سريع قوي، فمحتاجه ان الاجهزه تكون يعني بسيطه في الامبلمنتيشن بتاعها، فده برضك بيحط عليا عبء في ان انا احط سكيورتي عالي على الاجهزه دي. والتطبيق الجديد اللي احنا زي ما احنا قلنا اللي هو السوفت وير ديفايند راديو، ان انا اخلي الحاجات بتبقى ادابتيف وتشتغل مجهزه، كذا يعني اطور السوفت وير، فده اي حاجه فيها فكره السوفت وير الهاكينج عليها بيبقى اسهل واسرع. يعني على اي حال دكتور دايما بنقول انه كل ما التكنولوجي زادت، كل ما التكنولوجيا تطورت بكل الطرق، حتى يمكن مش بس السايبر سيكيورتي او الامن السيبراني، او حتى يمكن الجرائم المتعلقه بالانترنت كمان بتتطور، حتى الجرائم نفسها اللي بتبقى موجوده على ارض الواقع بتتطور، فبيتطلب كمان مجهود اكبر عشان الامن كمان يتطور معاها. وده يمكن اللي احنا متابعينه، لانه في وقت من الاوقات كنا برضو متخوفين على كل المعلومات الخاصه بينا على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لكن
كل الوقت كل ما بيعدي كل ما بنلاقي طرق ان احنا نأمن بيها معلوماتنا بشكل اكبر. انا بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتور مها الصبروتي، استاذ الاتصالات اللاسلكيه ورئيس قسم الالكترونيات والاتصالات بالجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا. نورتينا في صباح الخير. شكرا جزيلا فندم. شكرا.